فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها مضت عليها 40 يوما على نفاسها ولا تزال ترى كدرة وصفرة، مع العلم أن هذه الكدرة والصفرة ليست في زمن حيضتها. سؤالها: هل تترك من أجلها الصلاة أم ماذا تفعل؟ لا، ما دام تمت 40 فإنها تغتسل وتصلي، لأن أكثر النفاس 40 يوما، والكدرة والصفرة بعد النفاس ما تعتبر شيئا، تعتبر من الطهر، فعليها أنها تستنجي وتوضأ وتصلي. نعم.